خير. احييكم باجمل تحيه من هنا من ميدان دستور السباق الهجن، وما زلنا نستكمل برنامجنا في صباح هذا اليوم المقرر ب 20 شوط خصص لفئه القايه لابناء القبائل، انطلاقا موفقا لشوط اخر يحمل عنوان الابكار. وفي المجموع الشوط الرابع عشر نحن نرحب بهذا الشوط لما في ذلك من عزم واصرار على التحدي وعلى القوه في هذا المهرجان الرمضاني. على بركة الله إلى المقدمة لنتابع الوازم وهي ملتزمة بشعار غيث بن راشد بن سالم المالكي. على المقدمة أبو منصور يأتينا ثانيا، أحمد بن كراز المهيري يقدم وصايف في هذا الشوط وإلى المركز الثاني وإلى الأمام إن شاء الله. هم المركز الثالث هني الحذرة تأتينا ثالثا، ومحمد بن سلطان بن مرخان يقدم الحذرة في هذا الشوط إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع جوهرة علي بن عبيد بن غدير مع جوهرة بين هذه الجواهر المتلألئة في هذا الميدان. نقلتنا التالية على المركز الخامس الشاهينية، محمد بن راشد الخصوني الاجتبي في خامس المراكز. والمركز السادس الوصول من الدرعية سالم بن راشد بن دغيش الاجتبي. المركز السابع الحذرة مطر بن سعيد الحميري. أما المركز الثامن هنا شعار بو أحمد، شعار بو أحمد محمد بن راشد بن مرخان يأتينا مع الشاهينية. والمركز التاسع الغدوم من قبل اللي هي الشاهينية محمد بن سيب الحم العمري. والمركز العاشر سحاب السعيد بن راهد بن سعيد العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم، وهكذا ننتهي من إذاعتنا ونيدانا الأول لنبحر مرة ثانية مع المقدمة ونتابع التسيد على المقدمة. يا سلام اللي يتير الشوط ير وازم ما زالت يعني متسيدة وفي مكاني، أمل لها الفوز أو الناموس في هذا الموقع بشعار غيث بن راشد بن سالم المالكي. على المقدمة بو أحمد، وصلنا إلى المركز الثاني ذعنابة، أول إذاعة في المركز الثامن وهذا هو في لمح البصر ينتقل إلى المركز الثاني. محمد بن راشد بن مرخان يأتينا إلى ثاني المراكز. المركز الثالث الحذرة المطر بن سعيد الحميري في ثالث المراكز، والخوف من الوصلاوي الغادم يحمل معاه مياسة عيد بن خميس بن عامر العمري مع هذا الشعار الأصفر يتجاوز الشعارات وينتقل إلى المركز الثالث. أما المركز الخامس فهناك أيضا اللي هي درعية سالم بن راشد بن دغيش. المركز السادس الوصول من سحابة سعيد بن راهد بن سعيد العويسي. المركز الحذر هناك أيضا الحذرة نعم محمد بن سلطان بن مرخان مع الحذرة على سادس المراكز. والمركز السابع جوهرة علي بن عبيد بن غدير. أما المركز الثامن الشاهينية محمد بن سهيل بالحم العامري. والنقلة التالية على المركز الثامن الشايبة أحمد بن بطر بن محمد الرميثي. أما المركز العاشر أشوف اللي في المركز العاشر تتواجد الريام خالد بن سالم مضحي الكعبي. هذه النتيجة مشاهدين الكعبي كرام متابعينا الافاضل، ولكن العوده مره ثانيه مياسه اللي تكلمنا عنها، مياسه اللي يعني حذرنا منها، هي الان تجاوزت الى القمه، تجاوزت الى القمه بشعار عيد بالخميس بن عامر العمري في المقدمه. الهجوم السحابه تسحب قادمه تسحب تسحب نعم الى المقدمه. المركز الثاني اللي هي سحابه وشعار سعيد بن راهد بن سعيد العويسي غادم مع سحابه اهل السلطه في المقدمة، أهل السلطنة في الأول والثاني. أما المركز الثالث الحذرة ومطر بن سعيد الحميري، هذه المراكز الثلاثة. ولكن بنعود إلى المقدمة، بنشاهد العويسي وبنشاهد أيضا هناك العمري، العمري والعويسي في صراع مستمر على ناموس هذا الشوط. يتجاوز راعي السحابة، يتجاوز ويسحب البساط، يسحب البساط من تحت أقدام مياسة. نعم 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 نعم, نعم. روح روح يا العويسي سعيد بن راشد العويسي شعفور، يا سلام عليك تشعفر ونزل ايضا جميع ما يملكه من قوة في هذا الشوط. تهانينا والف مبروك لسعيد بن راشد العويسي. المركز الثاني مياس سعيد بن خميس بن عامر العمري. والمركز الثالث نحن في انتظار وصول
المركز الثالث، فثالث المراكز الوصول من قبل الحذرة مطر بن سعيد الحميري، المركز الرابع الحذرة محمد سلطان بن مرخان، والمركز الخامس الغزية سلطان بن سهيل بن بطي بن غراب الاجتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، وهكذا استمتعنا بأحلى دقائق مع هذا الشوط، وشاهدنا يعني شوط مثير، وشاهدنا سحابة وهي تندفع إلى الأمام بشعار سعيد بن راشد بن سعيد العويسي بتوقيت الزمني مقداره 5 دقائق 6 ثواني وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الذي تحقق في هذا الشوط. أما المركز الثاني كان من نصيب مياس سعيد بن خميس بن عامر العمري بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 6 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب الحذرة المطر بن سعيد الحميري بتوقيت زمني مقداره بالتأكيد بيكون 5 دقائق. نحن في انتظار وصول الحذرة إلى خط النهاية، تقريبا هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، 5 دقائق 16 ثانية وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.